نبتدي مع بعض محافظة القليوبية. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول بيقول لي أكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. أول نقطة بيقول لي عملية كيميائية تؤدي إلى نقص نسبة الأكسجين في المادة. نقص نسبة الأكسجين في المادة مقصود بيها عملية إيه سنة تالتة؟ اختزال. أيوة عملية اختزال. زيادة نسبة الأكسجين معناها عملية الأكسدة. نقص نسبة الأكسجين عملية اختزال. طيب فقد إلكترونات عملية أكسدة. اكتساب إلكترونات دي عملية اختزال. نركز كويس عشان لسه في ناس بتتلخبط ما بينهم. رقم 2 حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه عند توصيله بموصل آخر. ده تعريف الجهد الكهربي. رقم 3 أجزاء من الـ DNA موجودة على الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية للكائن الحي. مين لا مش البروتين، الجينات. أيوة برافو عليك، ده تعريف الجينات. رقم 4 العناصر التي يحدث في أنوية ذرتها تحول تلقائي للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا. دي العناصر إيه؟ العناصر المشعة. أيوة العناصر المشعة. إحنا قلنا إن إحنا عندنا العناصر المشعة عندها عدد من النيترونات أكبر من الحد اللازم لاستقرارها، وبالتالي العناصر دي بيبقى عندها طاقة زيادة، فبتعمل إيه على إعادة، بتعمل إشعاع، أشعة غير مرئية زي ألفا وبيتا وجاما. تمام. رقم 5 غدد لا قنوية تصب إفرازاتها من الهرمونات. تمام يا محمد، الغدد الصماء. رقم بقى في المسألة بيقول لي في الدائرة الكهربية المقابلة عند تحريك ذلك الريوستات من النقطة ألف إلى باء ماذا يحدث لكل مما يأتي؟ لما حرك السهم اللي على الرسمة أو ذلك الريوستات من ألف لباء، يبقى أنا بطول السلك ولا بقلله؟ من طول السلك. طب لما السلك بيطول معايا ده معناها إن المقاومة بتزيد ولا بتقل؟ تمام، يبقى معناها ان المقاومه بتزيد، والمقاومه لو ما تزيد يبقى قراءه الاميتر والفولتميتر هيحصل لها ايه؟ هتقل معايا. يبقى رقم 1 الاجابه تقل كل من قراءه الاميتر والفولتميتر. رقم 2 قيمه المقاومه ميم هيحصل لها ايه؟ هتزداد. المقاومه ميم مش الريوستات، هيحصل هتنيها زي ما هي، يعني تظل كما هي مش هتتغير. ليه؟ انا عندي المقاومه بتساوي النسبه ما بين فرق الجهد وشده التيار، صح؟ النسبة دي ثابتة معايا يا محمد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا فرق الجهد بيزيد شدة التيار بتزيد، فرق الجهد بيقل شدة التيار بتقل، فاذا النسبة ما بينهم ثابتة، يبقى اذا قيمة المقاومة ميم هي ثابتة. طيب علل لما يأتي. رقم 1 تعلم المشي عند الاطفال لا يعتبر صفة وراثية. تمام، لانها صفة مكتسبة لا يرثها الابناء من الاباء، ولكنها ايه؟ لكنها مكتسبة، بتبقى بيكتسبها من البيئة اللي حواليه. تمام. رقم 2 اضافة قطعة من البطاطا الى فوق اكسيد الهيدروجين يزيد من سرعة تفككه. ليه ما بحط قطعة من البطاطا في فوق اكسيد الهيدروجين؟ ليه بيزيد من تفككه؟ لان بيها او تحتوي على انزيم الاكسيديز، وانزيم الاكسيديز ده بيعمل ايه؟ بيساعد على تفكك فوق اكسيد الهيدروجين، زي بالظبط ثاني اكسيد المنغنيز. الاكسيديز ده بيقوم بعمل ثاني اكسيد المنغنيز، يعني بيفكك معايا فوق اكسيد الهيدروجين. انزيم الاكسيديز الذي يقوم بتفكك فوق اكسيد الهيدروجين. تمام. تحتوي على انزيم الاكسيديز الذي يقوم بتفكك فوق اكسيد الهيدروجين. رقم 3 جايب لي رسمة دائرة كهربية وبيقول لي ايه في الدائرة الكهربية المقابلة لا تنعدم قراءة الفولتميتر عند فتح المفتاح الكهربي. ليه؟ لما بفتح المفتاح الكهربي قراءة الفولتميتر بتجيب معايا برضو،
بتديني قراءة ليه؟ بص، لان انا عندي، بص احنا اتفقنا ان فرق الجهد الكهربي او الفولتميتر كنت بقيس بيه فرق الجهد الكهربي في حاله الدائره المغلقه، وبقيس بيه كمان القوه الدفع الكهربيه بين طرفي البطاريه في حاله الدائره المفتوحه. ايوه برافو عليك. يبقى لاننا بنقيس القوه الدفع الكهربيه بين طرفي البطاريه في حاله ان الدائره مالها مفتوحه. السؤال الثاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول واحدة بيقول لي من الصفات السائدة في الإنسان. الاختيارات أيوة. ها؟ العيون الواسعة. العيون الواسعة من الصفات السائدة في الإنسان. طب رقم اتنين. نعم؟ المفروض احفظه صح؟ احنا عندنا جدولين في الكتاب يا سنة تالتة، جدول خاص بنبات البسلة فيه ست صفات سائدة ومتنحية، وعندي جدول تاني بصفات الإنسان فيه صفات سائدة ومتنحية. ده مهم جدا عشان بيجي لي في أكمل أو بيجي لي في الاختيارات زي ما احنا شايفين كده. أو في صح وغلط. يلا رقم اتنين بيقول لي تدفق الشحنات الكهربية خلال سلك معدني في الدائرة الكهربية المغلقة. ده يبقى ايه؟ مقاومة ولا شدة تيار كهربي ولا تيار كهربي ولا فرق الجهد؟ التيار الكهربي. التيار الكهربي. شطورة يا تبارك، شاطر يا محمد. يعرف القانون الثاني لمندل بقانون نقط التوزيع الحر للعوامل، انعزال العوامل، دمج العوامل. بص يا اولاد، ايوه تمام. القانون الثاني هو التوزيع الحر للعوامل، اما القانون الاول لمندل هو انعزال العوامل. تمام. يلا رقم أربعة، عند حدوث انخفاض سريع ومفاجئ في سرعه السياره تنحل ماده ازيد الصوديوم وتصاعد غاز النيتول. لا، غاز النيتروجين، بتصاعد غاز النيتروجين. بص احنا كان عندنا ازيد الصوديوم Na+N3 كانت بتتحل بالحراره الى Na+N2 يبقى غاز النيتروجين. رقم خمسة، يعتبر تفاعل الزيوت من الصودا مع الصودا الكويه من التفاعلات ايه؟ السريعه ولا البطيئه نسبيا ولا البطيئه جدا ولا البطيئه جدا جدا؟ عايز اسمع بالراحه الاختيار. البطيئه نسبيا. تمام. طب التفاعلات اللي كانت سريعه كانت زي ايه؟ اللي هي شطوره الالعاب الناريه. طيب التفاعلات البطيئه جدا كانت زي ايه؟ صدأ. برافو عليكم. والبطيئه جدا جدا زي كانت زي تكوين النفط في باطن الارض. رقم ستة بيقول لي يجب ألا يتجاوز مقدار ما يتعرض له الجمهور من إشعاع عن نقط في العام الواحد. 10 سالب 3 سيفرت. تمام، 10 سالب 3 سيفرت، ودي يا تبارك معناها 10 ملي سيفرت، فبدل ما بقول 10 ملي قلت 10 سالب 3 سيفرت. تمام. رقم باء بيقول لي في الدائرة الكهربية المقابلة تم توصيل 3 أعمدة كهربية متماثلة، القوة الدفع الكهربية لكل منها 3 فولت، ووصل معهم مقاومة كهربية مقدارها 4 أوم، فكان فرق الجهد بين طرفي المقاومة يساوي القوة الدفع الكهربية الكلية للأعمدة. احسب شدة التيار. بصوا بقى، احنا معانا ايه؟ 3 أعمدة متوصلين، 2 توالي ومعاهم 1 توازي، 2 توازي ومعاهم 1 توالي. كده نقدر نجيب مين؟ نجيب فرق الجهد. هنجيب فرق الجهد، فرق الجهد هيساوي كام عندنا هنا يا سنة تالتة؟ بص يا اولاد، انا عندي 3 اعمده كل واحد 3 فولت، الاثنين توازي مع بعض هاخد منهم 3 بس، واجمعهم مع الثلاثه التانيين يبقى كام؟ 6 فولت. يبقى انا عندي فرق الجهد، فرق الجهد هيساوي 6 فولت. طب انا اقدر اجيب بمنتهى السهوله شده التيار من قانون اوم. انا عندي قانون اوم كان بيقول ايه؟ 6 × 4. تمام، برافو عليك. انا عندي شدة التيار هتساوي فرق الجهد على المقاومة، فرق الجهد بستة والمقاومة بكام؟ باربعة، يبقى تساوي 1.5 أمبير. حد عنده مشكلة في المسألة؟
بصوا احنا بيقول لي في المساله عندي 3 اعمده كهربيه كل عمود 3 فولت، وبيقول لي ان فرق الجهد في الدايره هو القوه الدافعه الكهربيه بتاعه الاعمده. يبقى اذا انا رقم واحد هعمله ان انا هجيب القوه الدافعه الكهربيه بتاعه الاعمده. فجيب القوه الدافعه الكهربيه للتلات اعمده دول ازاي؟ عندي 2 توازي، الاثنين التوازي هاخد منهم واحده بس زي ما احنا متفقين، يبقى هتساوي 3 فولت. اجمع معاهم الواحده اللي متوصله توازي توالي، يبقى 3 زائد 3 هيساوي كام؟ 6 فولت. تمام، انا كده معايا مين؟ فرق الجهد، ومعايا كمان ايه؟ ومعايا المقاومه. ببساطه جدا من قانون اوم انا كان عندي المقاومه بتساوي فرق الجهد على شده التيار، يبقى اذا شده التيار هيساوي ايه؟ فرق الجهد على المقاومه. يبقى هقسم الستة على 4 هتساوي 1.5 فولت. تمام، رقم ج اذا تم نعم 1.5 امبير، ايوه تمام سوري. رقم ج اذا تم التهجين بين نبات بازلاء اصفر البذور نقي، يبقى ده رمزه ايه؟ اصفر البذور نقي لا واي كابيتال ولا واي سمول؟ وهيبقى كام واي؟ هيبقى واي كابيتال، واي كابيتال عشان خد بالك هو بيقول لي اصفر البذور نقي، يبقى واي كابيتال واي كابيتال. طيب مع نبات بازلاء اخضر، اخضر ده معناها ايه؟ رمزها يبقى ايه؟ لا 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 طبعا لا، واي سمول. بص يا اولاد احنا قلنا ان انا عندي بذور البسله اصفر سائد واخضر متنحي، لما يقول لي بازلاء اصفر نقي معناها ان هو السائد واي كابيتال واي كابيتال، ولما يقول لي نبات بسله اخضر بذوره اخضر معناها ان هو الصفه المتنحيه واي سمول واي سمول. يبقى انا كده عندي الاباء تركيبهم ايه؟ واي كابيتال واي كابيتال، واي سمول واي سمول. لو حليناها بالمساله الجامدات هتبقى ايه؟ هفصل او اعمل انعزال العوامل اللي احنا بنعمله، يبقى واي كابيتال واي كابيتال واي سمول واي سمول. طب الناتج هيبقى واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول، يبقى الاربعه واي كابيتال واي سمول. ده معناها ان الناتج بتاعي 100% اصفر هجيا او غير نقي. طب انا قلت ليه هجيا؟ لانه واي كابيتال واي سمول. تمام، دي تخططوها وتكتبوها بايديكم. لازم نحدد الجيل الاول الجاميتات او الامشاج وكمان الاباء، واكتب النسبه في الاخر. يا ميس يعني انت واي كابيتال زائد واي كابيتال واي سمول، يعني واي كابيتال واي سمول زائد واي كابيتال واي سمول. ده دي الجاميتات في الاخر؟ لا في دايره كنا بنعمل الجاميتات واي كابيتال واي كابيتال واي سمول واي سمول، ونقوم عاملين ايه؟ نطلع الجيل الاول اللي هو هيبقوا كلهم واي كابيتال واي سمول، ده معناه ان هو اصفر هجين. تمام، اللي عنده مشكله في المساله ممكن اكتبها له وابعتها له على الواتساب بعد ما نخلص. تمام، نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده رقم 3. ضع علامه صح او خطا امام العبارات الاتيه. رقم 1 بيقول لي العملاقه هي نمو مستمر في عظام الاطراف نتيجه نقص افراز هرمون النمو اثناء مرحله الطفوله. هتبقى ايه؟ هتبقى خطا زياده افراز. تمام، يبقى العباره خاطئه نتيجه زياده افراز. رقم 2 تنحل بعض النترات الفلزات بالحراره الى نيتريد الفلز ويتصاعد غاز الهيدروجين. اما نيجي نعمل غلط، امال ايه الغلط عندي في العباره؟ لا لا مش ثاني اكسيد الكربون خالص، احنا عندنا نترات الفلز زي ما كان بيتصاعد غاز الاكسجين يا سنه ثالثه، ان ايه ان او 3 بالحراره يديني ان ايه ان او 2 زائد او 2 يبقى يتصاعد غاز الاكسجين. طيب رقم 3 عامل الصفه الوراثيه يكون متشابهان في الفرد الهجين.
الصفه الوراثيه العاملين بتوعها بيكونوا متشابهين في لا غلط غلط. امال بيبقوا ايه في الفرد الهجين؟ بيبقوا ايوه تمام بيبقوا مختلفين. زي مثلا انا بقول لك واي كابيتال واي سمول، ده فرد هجين اصفر هجين، فبالتالي ما قلتش واي كابيتال واي كابيتال، لا قلت واي كابيتال واي سمول. رقم 4 ده فرد نقي تمام برافو عليك. رقم 4 تقل سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة عدد التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعلة. بصوا بقى لما بنزود عدد التصادمات سرعة التفاعل بتقل؟ غلط، يبقى بتزداد، يبقى دي كمان خطأ. في ناس بقى تيجي في الامتحان يلاقي 4 خطأ ورا بعض فيتلخبط ويشكك في معلوماته، لا عادي جدا بتحصل، ممكن يبقى الاختيارات كلها خطأ وما عدا واحدة صح، أو كلها صح وما عدا واحدة خطأ. يبقى رقم 4 تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة عدد التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعلة. رقم 5 السيلينيوم من العناصر المشعة طبيعيا. على فكرة أنا من الناس دي اللي أنا لا نركز بقى وخلي عندك ثقة في نفسك وإن شاء الله هتحلهم كلهم كويس. رقم 5 السيلينيوم من العناصر المشعة طبيعيا؟ صح صح. يلا على السؤال اللي بعده، جايب لي رسمة بيقول لي من المعادلة الكيميائية الآتية 2NaNO3 بالحرارة بيديني 2NaNO2+O2 بيتصاعد، والرسم البياني المقابل حدد أي من المنحنيات A B C يعبر عن تركيز كل من. شايفين الرسمة اللي قدامنا السنة الثالثة؟ مين بيقل معايا بمرور الوقت؟ A ولا B ولا C؟ C بيقل تركيزه بيقل بمرور الوقت. إذن المتفاعلات عندي هتكون A ولا B ولا C؟ احنا لسه قايلين اهوت ان المتفاعل هتبقى سي. يبقى بصوا بقى رقم سي هو NaNO3. طب ليه يا مس هو ده رقم سي؟ لان بمرور الوقت بيقل تركيزه تدريجيا حتى يصل الى صفر. تمام. طيب احنا في بدايه التفاعل قلت المتفاعلات بتقل معايا تدريجيا، وبعد شويه بلاقي النواتج بتبتدي تظهر معايا، يبقى اذا الكيرفين اللي قدامي اللي هو A وB ده معناها ان النواتج بتظهر معايا، بتظهر معايا ولحد ما بتوصل نسبتها 100% والمتفاعلات بتختفي. يبقى لما يجي يقول لي دلوقتي A وB هما النواتج 2NaNO2 وO2، بس مين فيهم بقى أكسجين ومين فيهم نيتريد الصوديوم؟ طيب بص ركز معايا، أنا النواتج عندي فيها 2NaNO2 و1O2، يبقى ايه الكيرف ايه عشان هو اكبر من الكيرف بي هو NaNO2 اللي هو النيتريت الصوديوم، اما بي عشان هو واحد بس O2 هو ده غاز الاكسجين. يبقى نترات الصوديوم سي، غاز الاكسجين بي، نيتريت الصوديوم ايه. تمام. لحظه سي ايه؟ رقم 1 سي، رقم 2 بي، رقم 3 اي. يلا نحل المسألة. بيقول لي احسب مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 10 كولوم عبر مقطع من موصل مقاومته 100 اوم وشدة التيار المر فيه 2 امبير. طالب مني ايه عندي؟ طالب الشغل. تمام. وانا عندي الشغل مش بيساوي فرق الجهد في كمية، الشغل بيساوي فرق الجهد في كمية الكهربية. تمام. الشغل اكتب كده معايا، الشغل يساوي فرق الجهد في كمية الكهربية. طيب انا محتاجة الشغل، عندي كمية الكهربية موجودة بس فرق الجهد مش موجود، طب هنجيبه ازاي؟ لو ركزت في بقية المسألة هلاقي ان مديني مقاومة ومديني شدة تيار، طب ما انا ببساطة جدا من قانون اوم اقدر اجيب فرق الجهد اللي هو بيساوي المقاومة في شدة التيار، يبقى فرق الجهد هيساوي 100 في 2. 100 في 2 يعني ايه؟ يعني 200 فولت.
يبقى انا كده جبت فرق الجهد من قانون اوم. ارجع بقى للمطلوب اللي هو طالبه مني اللي هو الشغل المبذول. الشغل بيساوي فرق الجهد في كميه الكهربيه. انا لسه جايبه فرق الجهد ب 200 وكميه الكهربيه ب 10، يبقى 200 في 10 هتساوي 2000 جول. يبقى ببساطه هو مش جاب لي الحاجه اللي انا محتاجاها مباشره، هو جاب لي المقاومه وجاب لي شده التيار، فانا استغلتهم وجبت منهم فرق الجهد ورحت معوضه في قانون الشغل، جبت منه ايه؟ قيمه الشغل المطلوب. المسائل سهلة جدا طالما حافظين القوانين يا سنة تالتة، يبقى المسائل سهلة. وبس ما حاول ان انت ما تنساش وحدة القياس، لان وحدة القياس عليها درجة. يلا السؤال، يعني مثلا انا قلت الشغل دلوقتي هيساوي 2000 جول، ما تنسيش كلمة جول. جبت فرق الجهد ما تنسيش كلمة فولت. جبت شدة التيار ما تنسيش كلمة امبير. جبت مقاومة ما تنسيش كلمة اوم. يبقى اذا وحدة القياس مالها مهمة جدا جدا، لان انتوا بتتحاسبوا عليها في الدرجات. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي ماذا يحدث عند فشل الجين في انتاج الانزيم الخاص به؟ مش احنا قايلين ان انا عندي الجين بينتج انزيم، والانزيم دوت كان بيعمل على حدوث تفاعل كيميائي، صح؟ والتفاعل الكيميائي، التفاعل الكيميائي كان بينتج بروتين، البروتين ده كان مسؤول عن اظهار الصفه الوراثيه. يبقى ما يقول لي ايه اللي هيحصل لو الجين فشل في انتاج الانزيم الخاص به، هنقول ايه؟ لا ينتج بروتين المسؤول عن اظهار الصفه الوراثيه، مش هيتكون عندي بروتين مسؤول عن اظهار الصفه الوراثيه. تمام. رقم 2، إضافة عامل حفاز سالب إلى رقم 1 تاني. إحنا قلنا الجين مسؤول عن إنتاج الإنزيم، وطالما مفيش إنزيم يبقى مفيش تفاعل كيميائي، يبقى برضو ما كمان مفيش بروتين. يبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ لا يحدث تفاعل كيميائي ولا ينتج بروتين المسؤول عن إظهار الصفة الوراثية. رقم 2، إضافة عامل حفز سالب إلى تفاعل كيميائي بالنسبة لعدد التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعلة. السؤال ده كويس. تمام، برافو عليك. هيقل عدد التصادم. بما إن أنا عارفة إن العامل الحفاز هو بيزود سرعة التفاعل الكيميائي، وسرعة التفاعل الكيميائي معروف يعني أنا بزود عدد التصادمات المحتملة بين جزيئات المواد المتفاعلة. يبقى لما احط عامل حفاز سالب يعني بيقلل سرعه التفاعل، يعني بيقل سرعه التصادمات بين مين؟ بين جزيئات المواد المتفاعله. طيب ماذا يحدث عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر بالنسبه للونه؟ لا مش لون اسود، هو كان لونه احمر، يبقى هينتج ايه؟ هينحل بالحراره هينتج لون فضي اللي هو لون الزئبق. مش انا عندي اكسيد الزئبق HGO لما بينحل بالحراره ينحل الى زئبق، معدن الزئبق الفضي زائد غاز الاكسجين. اي طبعا لازم نكتب المعادله وموزونه بالحراره 2 HG. ايوه برافو عليك. طيب تمام، يبقى بالنسبة للون هيتحول للون الفضي نتيجة لتكون معدن الزئبق. رقم 4، لا لازم نكتب اللون لان هو بيقول لك بالنسبة للونه، فانت لازم توضح ان اللون حصل له ايه. رقم 4، نقص املاح اليود في مياه وغذاء الانسان. لما يبقى الاكل بتاعي ما فيهوش يود هيحصل ايه؟ لا احنا خدنا كلمة اليود مرتبطة بايه؟ بمرض نقص هرمون الغدة الدرقية. يبقى لما اليود يقل عندي في الاكل يبقى هرمون الثيروكسين هيقل، يبقى تقل الغدة الدرقية في افراز هرمون الثيروكسين ويحدث مرض او يسبب مرض الجويتر البسيط. تمام؟ يبقى هيسبب مرض ايه؟ الجويتر البسيط. طيب رقم 5، زيادة عدد النيترونات في نواة ذرة العنصر عن العدد اللازم لاستقرارها.
لما عدد النيترونات هيزيد ايه اللي هيحصل؟ احنا اتفقنا سنة تالتة ان زيادة عدد النيترونات عن العدد اللازم لاستقرار اي ذرة ده بيخلي الذرة عندها طاقة زيادة، وبالتالي هتشع اشعة غير مرئية زي الفا وبيتا وجاما وتتحول الى عناصر مشعة، صح؟ يبقى يتحول ذرة العنصر الى عنصر ايه؟ مشعة. تمام. قارن بين التيار الكهربي المتردد والتيار الكهربي المستمر من حيث مصدر كل منهم. التيار المستمر من خلايا كهرو كيميائية، أما التيار المتردد من إيه؟ من المولدات الكهربية، من المولد الكهربي أو الدينامو، صح؟ يبقى عندي التيار المستمر من الخلية الكهروكيميائية، أما التيار المتردد من المولد الكهربي أو الدينامو. طيب رقم 2 بيقول لي وضح كيف يتم استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء. لازم نكون حافظين ومذاكرين كويس يا سنة ثالثة. هقول إيه بقى؟ تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة عن بعض التفاعلات النووية في تسخين الماء حتى الغليان، واستغلال البخار الناتج في ايه؟ في إدارة التوربينات وتشغيل المولدات لتوليد الكهرباء. يبقى أنا بستخدم الطاقة الحرارية اللي طالعة من التفاعلات النووية في إن هي تسخن لي مية. المية دي لما بتسخن لحد الغليان، البخار الناتج منها بيعمل على إدارة التوربينات وتشغيل المولدات اللي هستخدمها في توليد الكهرباء. تمام. نحفظ كويس اللي هي المجالات بتاع استخدام الطاقة النووية في الطب وتوليد الكهرباء واستكشاف الفضاء ومجال الصناعة والزراعة والتنقيب عن البترول، مهمين جدا عشان ده سؤال سهل. نعم سهل. ايوه. طب كويس، يلا نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ من المعادلتين الكيميائيتين التاليتين اجب عما يلي. 2A، ايه ده مجهول؟ هنعرف هو ايه. بلس 2NA عشان يديني 2NaOH زائد B، برضو B ده مجهول. والمعادلة التانية بيقول لي B زائد CuO بالحرارة يديني Cu زائد A. تمام. اول معادلة عندي المعادلة الاولى ايه هتبقى ايه؟ لا نفكر شوية. برافو عليك. مين قال H2O؟ انت مين؟ ماشي يا يوسف، برافو عليك. ايه هتبقى H2O؟ لما حط على ال H2O المية صوديوم بتديني NaOH اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. طب الناتج بتاعها هيبقى ايه؟ بي هيبقى ايه سنة تالتة؟ بي هيبقى ايه؟ برافو عليك، هيبقى هيدروجين H2 بيتصاعد. طيب نيجي للمعادلة التانية. بيقول لي B زائد CuO، احنا خلاص عرفنا B ان هي ال H2، هتديني بالحرارة Cu زائد A، و A ده طبعا اللي هو H2O. لما ما يقول لي اكتب الصيغة الكيميائية للمركبين A و B، يبقى هنقول A مية H2O و B هو H2. طيب رقم 2، كيف تكشف عن الناتج B؟ ازاي نكشف عن الهيدروجين؟ نعم؟ برافو عليك شاط، احسنت. بتقريب عود ثقاب مشتعل فانه يشتعل بايه؟ بفرقعة. تمام. ما نوع كل من التفاعلين؟ التفاعل الاول نوعه ايه يا سنة تالتة؟ الاول خد بالك. لا، النوع رقم 1 المعادلة الأولى هو تفاعل إحلال بسيط، الصوديوم حل محل هيدروجين المية. أما رقم 2 هو تفاعل أكسدة، صح؟ أكسدة واختزال، لأن أنا عندي طبعا الهيدروجين حصل له أكسدة والسي يو او حصل له اختزال عشان نقص منه نسبة الأكسجين. كده احنا حلينا محافظة الأليوبية مع بعض، وزي ما احنا شايفين الأسئلة سهلة جدا وما فيهاش أي مشكلة. ان شاء الله حلوا محافظة المنوفية واجب، ونحل مع بعض الحصة الجاية ان شاء الله محافظة الاسماعيلية.
اي حد عايز اي استفسار احنا مع بعض على